والخوف الأول من الحرب، الأنسولين الحرب. الحصر. الابره طبعا، غزه الابره هي دي المشكله الرئيسيه، وهي طبعا الناس يعني اوير بيها، وبيحاولوا مع الوقت يطوروها قدر الامكان. بتظهر الالام، وكل يوم بيظهر نوع انواع جديده من الالام، بس ان الابره اقل شويه في الحجم، وبحيث انه يواكب يعني هو طبعا احنا مشكله الانسولين الابره دي المشكله دي، موضوع الالام بدا يوازي. الحاجه الثانيه انه حكايه الثلاجه، الحفظ، حفظ انه طبعا بتربط المريض خصوصا السفر لسنه صغير في السفر، بتحده شويه في الحركه، فبرضه موضوع الالام بيحل المشكله، انه ما بيحتاجش ثلاجه، ممكن يحط القلم في جيبه ويتحرك بيه 3 4 ايام، او يسافر ويروح يعني عمره يروح عمره. مقابل لا الحركة ما فيش لمدة مشكله، طالما الانسولين في القلم ده ما بيتحطش في ثلاجه، اللي بتحط الخرطيش الفاضي، لو في خرطيش فاضي. ودلوقتي كمان كل الانسولينات اللي طالعه جديد ما عادش في خرطيش، كل الخرطوشه بالقلم بتاعها جاهز، تخلص ديسبوزابل تترمي ويجي غيرها، يعني فبالتالي القلم يعتبر حافظ حافظ للأنسولين. الانسولين موجود في جيبه، يبقى اول حاجه غازته خفيفه، تاني حاجه بتساعده في الحركه، لان الغرض الاساسي من العلاج او من الطب عموما الكواليتي، يعني كواليتي اوف لايف، يعني طريقه الحياه، انه يمارس حياته بطريقه طبيعيه، خصوصا ان السكر منتشر وبدا ينتشر في سن صغير بطريقه كبيره، فاحنا الغرض الاساسي انه ما يبقاش حق، يعني ما يبقاش ايه حاجه تعيق البني ادم انه يمارس حياته بطريقه طبيعيه. فدلوقتي الاقلام بتدي نفس، والتقدم الاكثر طبعا في المضخه، اللي خلاص بقى دلوقتي كمان مش قلم ولا بتاع، مضخه زي موبايل صغير بتحط تحت الجلد، ولو جلوكوز سنسور كده زي يعني مجسة للانسولين، يعرف السكر، يعرف نسبه السكر كام، ويدي كميه انسولين على حسب الحاجه. طبعا يعني لازم يبقى في احتياطات بنعملها وكل حاجه، لكن طبعا ده بيدي بس دي فرصه. لسه تقنية حديثة يعني يا دكتور، تقنيه بنقدر حديثه نقول انها موجوده بره مصر بقى لها موجودة فتره، بره. وفي ناس كتير بدات تعملها بره مصر، ودلوقتي ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه هتنزل وتبقى موجوده. طبعا هي تكلفتها عاليه، مش تناسب كل الناس، لكن برضه هتدينا حريه اكتر بالنسبه للسن صغير، انه ايوه يتحرك ويروح يجي من غير برضه الغزه ومن غير خصوصا مع ارتباطه الاطفال. انه يرجع البيت والكلام ده. فهو الموضوع ده ماشي فيه، يعني جاي ان شاء الله. بالنسبه لموضوع الحقن والابر، موضوع الحفظ برضه الالام بتحله، ففي مشاكل كتير بتتحل هل في مع اماكن المناقشه معينة افضل للحقن. للحق؟ الحقيقه دي نقطه برضو من الحاجات المهمه جدا، لان احنا يعني ممكن في زحمه الشغل في حاجات اساسيه بتفاجئ ان مريض مثلا عنده سكر بقاله مثلا يعني 10 15 سنه وبياخد الانسولين غلط. الاماكن الحقن المفضله هي منطقه البطن، والناس بتخاف من كلمه البطن وكانه هياخد الانسولين جوه بطنه. البطن ليس له علاقه بالموضوع، احنا الانسولين ده اللي بيخش تحت الجلد، وكلمة تحت الجلد دي نحط تحتها 100 خط، لأن في ناس بتفهم غلط إن الأنسولين في الجلد، فيمسك الجلد كده ويحقن الإبرة في الجلد، فبتبقى مؤلمة، بتبقى مؤلمة، وده بيبقى سبب الحقن. هل بتبقى بميل معين أم ما هو احنا في أفقية؟ معظم الحالات بتبقى مستقيمه او ميل خفيف، لكن مش الميل اللي هي نايمه على الجلد ده، آه لان اللي بيميل معظم الناس بتعملها كده ايه، ولو يعني في فرصه بعد كده نبقى نجيبها بالصور. ده اولا بيحقن في الجلد، في الجلد، الانسولين مش في الجلد، الانسولين تحت الجلد. اللي في الجلد ده بيبقى مؤلم، رقم واحد مؤلم فبيضايقه، نمره اتنين امتصاصه ضعيف، لان مفيش احنا بنحطه تحت الجلد، لازم نمسك حته من الجلد، يعني احنا في الاماكن البطن ومالوش دعوه بالبطن زي ما قلت، بنمسك حته من الجلد بايدينا كده، وبعدين نديه عمودي او في العضله الخلفيه هنا او في الفخذ، يعني حتى ممكن وارد في ورا الصباع. هنا ورا هنا، بس لازم يمسك حته من الجلد ويحقن تحتها عشان ما يحقنش عضل، لانه لو راحت عضل امتصاصه بيبقى اضعف، امتصاص تحت الجلد اسرع. الحاجة التانية انه حتى نوع الانسولين مرتبط بالحقن، يعني مثلا ايه، لو حد انسولين قصير المفعول وعايز يشتغل بسرعة يبقى البطن احسن، لو حد عايز انسولين طويل المفعول يشتغل براحته يبقى الفخذ احسن. في حتى كمان اختيارات في التوقيت، يعني انا لو هاخد انسولين الصبح، لو مريض هياخد انسولين الصبح ما ياخدوش في الفخذ، لان الفخذ هيبقى حركه، الحركه دي ممكن تغير امتصاص الانسولين، تخليه يمتص بسرعه فيديني مفعول بدري شويه. فلو واحد مثلا رايح شغل الصبح، لا، اللي يبقى الفخذ مكان مش مناسب، يحقن في البطن او في الدراع عشان الامتصاص يبقى ثابت، لان الفخذ مرتبط بالمجهود، لو بذل مجهود كتير ممكن الامتصاص يبقى اسرع. فهو المريض يبقى فاهم الحاجات دي، لان في ناس كتير بتقعد فتره طويله ايوه فعلا. وتاخد الانسولين غلط. طيب معلومة أخرى يا دكتور، الخاصة بوجود الأنسولين في الثلاجة، هل من المفروض إن أنا أطلعه بره الثلاجة لمدة ساعة وبعد كده لا أحقن خالص، لا ولا خالص، اصل مباشرة؟ هو بيتحط في باب الثلاجه درجه حراره 4، مش في الفريزر ولا في حاجه، بيتحط في باب الثلاجه، فبتاخديه تحينه وتحطيه تاني، بس الانسولين العادي اللي هو المخلط العادي يعني. مش بالضرورة إن لا 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 أتركه فترة لا لا، أوكي عشان درجة حرارة. هو طيب بترج يترج كويس بس الانسولين يترك العادي، العادي. وبعدين بنسحب بالسرنجه كميه تكافئ الجرعه اللي انا هديها، لو حدي 30 وحده اسحب هواء 30 وحده في السرنجه، وبعدين اديهم احطهم في الازازه عشان اعادل الضغط جوه الازازه بس، وبعدين بطريقه عموديه، ولو في فرصه ان شاء الله بعد كده ممكن نجيبها نجيبها بالصورة. بالديمونستريشن بالصور يعني.
الأعراض الجانبية اللي كمان أحد، يعني لو قلنا إنه الحقن مشكلة الغزة دي أو الألم ده، فالأعراض الجانبية اللي بتتداول إنه ممكن يجيله غيبوبة أو نقص شديد في مستوى السكر. السكر، والحاجة التانية زيادة الوزن. زيادة الوزن. هما دول فعلا دول أعراض جانبية، لأنه في الآخر إحنا بندي دواء. مفيش دواء في الدنيا، يعني الدواء اللي ملوش أعراض جانبية ملوش تأثير. طالما دواء بيدخل الجسم يعمل مفعول لازم يبقى له بعض الأعراض الجانبية، لكن المهم إحنا نفهم الأعراض الجانبية بتحصل إزاي ونتجنبها إزاي. أولا بالنسبة لنقص السكر، يمكن ده كان زمان اكتر وكان الخوف اكتر، كان في انواع انسولينات بتتاخد وما كانش فيه التقدم اللي موجود دلوقتي. في كل البيوت فيها اجهزه سكر، لو مش موجود في البيت موجود في الصيدليه اللي جنبه. كان زمان الناس بتاخد الجرعه وما تستنى لما مثلا يكشف ولما يتكشف عشان يحلل سكر. دلوقتي لا، المريض بيحلل كل يوم، فبالتالي موضوع نقص السكر ده قل شويه. الحاجه الثانيه الاستخدام انواع الانسولين نفسها، دلوقتي بقى في انسولين مخلق. المخلق ده الانسولين التقليدي العادي اللي هو المخلط ده، المخلط العادي اللي احنا بنديه ده لازم يتاخد قبل الوجبه بنص ساعه عشان امتصاصه، يعني لانه الانسولين بيبقى جزيئات معقده شويه بيحصل لها تحلل وجزء سهل يتم امتصاصه. دلوقتي لا، بداوا يدوا اجزاء سهله التحلل فامتصاصها هيبقى سريع، فممكن نديها قبل الوجبه مباشره، خصوصا انواع الانسولينات المخلقه اللي هي بنديها سواء قصيره المفعول او طويله المفعول، ودي المفضل بالنسبه لنا دلوقتي خصوصا في الاطفال الصغيرين. لان احنا ما قلناش بنديهم مثلا قبل الاكل بنص ساعه، لا ممكن نديهم قبل الاكل مباشره، واحيانا اثناء الاكل، ولو نسيه ساعه الاكل والطفل انت مش ضامن الطفل ومش ضامن طريقه اكله ممكن ياخدها بعد الاكل، فدي بتدينا مرونه شويه وبتقلل جدا نقص السكر. لان ذروه مفعول الانسولين هو اللي كان بيحصل يعمل نقص السكر ايه؟ ان الانسولين ده له ذروه بيتاخد يحصل له تحلل امتصاص يطلع في الدم. لما يطلعوا في الدم وذروته في الدم ما تجيش مع ذروه الاكل ايوه يحصل نقص السكر. يعني يبقى الانسولين في قمته في الدم والاكل مفيش خلص فيحصل نقص السكر. فدلوقتي لا، احنا بنحاول ان ذروه الانسولين في الدم تبقى مواكبه لذروه الاكل، فبالتالي يظبط لي السكر اللي بعد الاكل وبين الوجبات ما يحصلش نقص السكر. يعني معنى كده ان النظام الغذائي امر مهم جدا طبعا مع نوع الانسولين اللي احنا بناخده. وبالتالي في حاجه، في مقوله بتقول ان المفروض مريض السكر ما يقعدش لوقت طويل، يعني ما يبقاش تمام مثلا الفطار الساعه 8 والغدا الساعه 4، لازم تمام يبقى في وجبات ما بين الوجبات الرئيسيه، بحيث انه يبقى طول الوقت في الانسولين مفيش يجب، مفيش انسولين في الجدار. على فكره حتى لو الكلام ده كانت حتى لو كان بياخد اقراص، حاجة بسيطة يعني حتى مش لو كان بياخد اقراص، يعني هذا الكلام كلام مظبوط 100% وينطبق على كل مرضى السكر مش مرضى اللي بياخدوا انسولين من بره. هو احنا الاقراص اللي بناخدها، الاقراص اللي هي محفزه للبنكرياس بتعمل ايه؟ ما بتروح على البنكرياس تخليه يطلع زود انسولين، نسبة الأنسولين. وبالتالي ممكن الانسولين يديه بطريقه من بره، او انا اللي الدواء القرص اللي باخده طول ما الخلايا شغاله بيطلع انسولين داخلي. تمام يعني الكلام ده ينطبق على الاقراص برضه. فمريض السكر القاعده بتاعته في 3 وجبات رئيسيه ولازم وجبات خفيفه بين الوجبات الرئيسيه. وكلمه وجبات خفيفه يعني فاكهه من الفاكهه المفضله اللي فيها الياف، تفاح، الجوافه، البرتقال، الكمثرى، الفاكهه او خضار او سلطه، اي حاجه من الحاجات اللي ما فيهاش سعرات حراريه. يعني ده لازم، مش لما يهبط ياكل الكلام ده، لا، ايوه ده هو في 3 وجبات رئيسيه وفي وجبات خفيفه بين الوجبات الرئيسيه. يعني تقريبا احنا ما بنحبش المريض يقعد من غير اكل لمده 3 ساعات، ماكسيموم 3 ساعات، ما يقعدش اكتر من 3 ساعات ما ياكلش. ده عشان دايما نقص السكر بيحصل قبل الوجبات، اما قبل الغداء ايوه خصوصا فتره الحركه وشغل الصبح، او بالليل وهو نايم. وعشان كده لما بنيجي ندي جرعات حتى بالانسولين ندي جرعات كبيره الصبح، تلتين وتلت او تلات ارباع وربع، ما نحبش ندي جرعه كبيره بالليل، لانه لو هو يعني حصل له نقص سكر اثناء النهار هياكل، لكن نخاف انه يحصل له نقص سكر بالليل بالليل. هو نايم دي جزئيه نقص لانه السكر. ممكن ما يحسش. جزئيه زياده الميزان مع الانسولين، طبعا الانسولين ده هرمون بناء، فطبيعي انه بيزود الميزان. لكن في الدراسات اللي اتعملت في كوبريات دراسات السكر اللي قعدت سنين طويله كان زياده الميزان 4 5 كيلو، مش اللي احنا بنشوفه في ناس بتزيد 15 كيلو و20 كيلو. المعتقد ده في كذا حاجه وراها. نمره واحد، ان الناس معتقده، في ناس معتقده ان هو لما ياخد انسولين خلاص ياكل كده يبقى براحته. المشكله انت هتاكل براحته، ياكل براحته. وده مش صحيح. انك انت هتاخد انسولين وهتاكل الميزان هيزيد، لان الانسولين هياخد الاكل ده ويخزنه، الجسم بياخد اللي يكفيه كطاقه تكفيه للحركه والباقي بتخزن كدهون. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان بعض الناس معتقده او هو عنده، اذا كان عنده تاريخ سكر في العيله وكانت والدته مثلا بتاخد سكر انسولين زمان قبل التقدم كان بيشوفها تخش في نقص سكر، فبياكل بصوره احترازيه، يعني هو خايف من نقص السكر، في خلفيته ورعبه كله من نقص السكر، فياكل بطريقه زياده عشان ما يحصلش نقص سكر. وتلاقي سكره 300 و400. هو فين نقص السكر؟ نقص السكر ده بيحصل لما السكر يوصل 70 او اقل. أي. لما نبقى السكر ينزل
نبقى نفكر في نقص السكر. يعني ده معتقد من الناس. الحاجة يعني حكاية ان هو ياكل اللي هو عايزه، دي هو حاجة. الحاجة التانية انه خايف من نقص السكر. طب في حاجة تانية يا دكتور، انه مثلا هو بيقرر ان هو ياكل حلويات او هياكل بسكوتات، الحاجات اللي هي بتبقى يعني سريعة الهضم وسعراتها الحرارية عالية بتخلص عالية وبتخلص بسرعة، وفي نفس الوقت لو هو مثلا بياخد 10 وحدات وحدات زود. ياخد 50 وحدة على اساس ان هو طب ما هو ده ممكن هياكل. اولا، يعني هو افترض ان الحلويات دي ما توفرتش بقى وخد ال50 وحدة وخد ما حصلش بقى، يعني من ما ينفعش. المهم انه كمان لا لا لا، التغيير، احنا طب تغييرنا إلى أي مدى بيأثر التغيير في الجرعة المحددة من الطبيب على جسم مريض السكر؟ لا، هو الاصل ان احنا منضبطين، ما فيش حاجة اسمها حلويات والكلام ده. في قائمة كده مش مستحبة لمريض السكر، حتى لو بياخدها بياخد حاجة بسيطة. حاجة تانية، لما بنيجي نغير ما فيش عنف في التغيير، بمعنى ان انا لما بزود بزود 10 وحدات بس، لانه اذا كان هياكل النهارده مش هياكل كل يوم. فلما بزود ما بزودش جرعة كبيرة. حتى انا لو مريض سكره عالي وانا بديله جرعة، بزود ازود 10 وحدات بس، لازم في تدرج. لو هنقص برضه ده بنقص لا، ده 10 وحدات العشر برضه وحدات طبعا في نوع في الأنسولين نوع الانسولين ده. يعني اللي هو ايه، المختلط، ايا كان ايا ايا كان كان، لا الانسولين المخلط العادي اللي احنا بنقوله المخلط، ده، ده ال10 وحدات. طبعا في انسولين اللي هو الطويل الطويل المفعول المفعول، ده ايوه ده ما بوحدتين، ده وحدتين وحدتين او اربعه لو يعني العمليه ايه صارحه، سواء بالزياده او او بالنقص. بالنقصان. فدايما احنا عندنا عشان ما نخشش في نقص السكر، لانه زي ما قلت احنا قبل كده، في ناس يعني احنا بنعرف السكر انت بالتحليل. في يعني عندنا اكتر من نوعيه من المرضى، في مريض وهو رايح يكشف يظبط نفسه كويس جدا، ايه فعشان عارف انه رايح يكشف فيديك رقم خادع، تيجي تشوفه تلاقيه كويس خلاص ما تعدلش. في مريض العكس، ياكل كتير يبقى هو ماشي كويس جدا، بس يقول لك اصل انا رايح اكشف فما ياكل كتير عشان اختبر البنكرياس بتاعي. تيجي حضرتك تشوفه تلاقي سكره عالي، فتروح مزود الجرعه. لو زودت الجرعه تاني يوم يخش في نقص السكر على طول، لان هو كان في اليوم ده في مبالغه شويه. عشان كده لما بنغير بنغير دايما 10 وحدات مش اكتر من كده، عشان حتى لو حصل نقص سكر يحصل نقص سكر خفيف. فده عشان نتجنب موضوع نقص السكر. طيب يا دكتور، يعني هل هناك توقيت معين مناسب للمرضى اللي بيتعالجوا بالأنسولين ان هم يقيسوا السكر؟ على حسب نوع الانسولين، ودي مهمه جدا. يعني دايما ايه، في كل نوع زي ما قلنا له ذروه بيبتدي. يعني مثلا الانسولين اللي فيه عندنا قصير المفعول وفي سريع المفعول. قصير المفعول هو الانسولين العادي التقليدي اللي كنا بناخده قبل الاكل بنص ساعه، وده عشان يظبط لي السكر اللي بعد الاكل. في سريع المفعول ده بيتاخد قبل الاكل مباشره. في طويل المفعول ده بيشتغل 24 ساعه، اللي هو الانسولين طويل المفعول ممتد المفعول اللي بيغطينا 24 ساعه، في منه نوع او اتنين موجودين. ده لما بنيجي نظبطه بنظبطه على حسب السكر الصايم. يعني افترض ان احنا خدنا 10 وحدات وبنحلل صايم، لو لقينا السكر الصايم نازل تحت ال 100 بعدل في هذا الانسولين، مش بعدل في وقته. اصل احيانا المريض يجي يحلل وبعدين ياخد الانسولين فيعدل في الانسولين دلوقتي، هو الانسولين دلوقتي ملوش علاقه بالتحليل. الانسولين طويل المفعول ده له علاقه بالسكر تاني يوم الصبح. يعني بظبطه على حسب السكر الصايم، فطويل المفعول على حسب السكر الصايم. لقيته زايد بزود وحدتين، زايد يعني فوق ال 200 مثلا او فوق ال 180. نازل تحت ال 100 بخفض وحدتين، يبقى الانسولين طويل المفعول ده بعدله الانسولين بالصايم. المخلط. المخلط لان في نوعين مخلط، يعني في نوعين انسولين اللي هو 70 في 30، في سريع المفعول قصير او قصير المفعول المفعول وفي وفي متوسط متوسط. المفعول. فده ممكن بحلله اما قبل الغداء ده عشان اشوف سريع المفعول، او قبل العشاء اللي انا باخده الصبح. يعني بقيمه بقيم ان قلنا في نوعين انسولين، فقبل الغداء يقيم لي جرعه الايه قصير المفعول، وباللي قبل العشاء يقيم لي ايه الانسولين اللي اديته الصبح اللي هو ممتد المفعول، المتوسط المفعول. فعلى حسب نوع الانسولين احنا بنقيم. طب في